ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كان عندي مشوار خاص وانا مروح النهارده قبل ما اوصل البيت. المهم خلصت المشوار وانا رايح اركب العربيه، جه طفل صغير كده بيجري جنبي بيقول لي عمو عمو تشتري نعناع. فببص لقيته طفل صغير جدا. عندك كام سنه يا حبيبي؟ قال لي معرفش، ماما هي اللي عارفه. قلت له بتبيع ايه بقى وقاعد مع مين؟ فقال لي قاعد مع اخواتي وبنبيع ليمون ونعناع. المهم رحت اقرب كده اشوف اخواته واتعرف عليهم، لقيتهم قاعدين بيلعبوا مع بعض كوتشينه، وحكوا لي ان هما بينزلوا يساعدوا اهاليهم يبيعوا نعناع وليمون. اتصورت معاهم وعملت معاهم كده يعني فيديو صغير كده هنزله، يا رب يعجبكم. بس خرجت بدرس جميل قوي من ده، ان الحياه كفاح واصرار، وان الواحد مهما تعرض لضغوط بيشوف ناس تانية متعرضة لضغوط وبتسعى وبتكافح. بصراحة منظر الأطفال ده جدد روحي، رغم إن هم أطفال في عمر الظهور المفروض يلعبوا وما يتحملوش مسؤولية دلوقتي. ربنا يوسع رزقهم ويوسع رزقنا جميعا. اسمك إيه؟ محمد. عندك كام سنة يا محمد؟ أخواتي أم مامتك اللي عارفة عندك كام سنة؟ يعني أنت مش عارف؟ رمضان الكريم. إحنا في شهر اسمه إيه؟ رمضان. طيب أنا هقول لكم رمضان كريم. الله أكبر. أيوة كده، كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي.